قد ايه سالكم ما شفتوا الخباز؟ في 10 سنة. السنة ما شفتوا. بكل تأكيد يعلم الغرب قبل الشرق والدول الكبرى قبل الدول الصغرى أن الريف الدمشقي يعاني حصارا قاتلا منذ أكثر من سنة ونصف، فرضه النظام على هذه المناطق الثائرة رغبة منه في تركيعها وإعادتها إلى أحضانه. أما أكل ورق ما أكل أكل ولا شرب، كل الرزق 9000 ليرة، ما أكل عمل ولا شغل، لو في شغل ما أكلنا هالورق. عشرات الشهداء سقطوا لا بقصف الطائرات أو الرصاص الحي، وإنما لقلة الغذاء والدواء، وإن صح التعبير فعلينا أن نقول أحياناً لانعدام الغذاء والدواء. رغم ذلك صمد أهل الغوطة بشرقيها وغربيها، وصمد ريف دمشق الجنوبي، بل استمروا في القتال ضد قوات النظام، فتقدموا تارة وتراجعوا تارة أخرى. لكن وككل المناطق المحررة في سوريا، ظهر ضيوف الظلام ليقيموا دولتهم في المناطق الخالية من نظام الأسد وإيران وحزب الله. الدولة الإسلامية في العراق والشام زائلة زائلة زائلة. ومع توسع تنظيم دولة العراق والشام وازدياد قوتها، كبرت المطامع في السيطرة على مناطق أخرى وأحدها ريف دمشق، لكن الثوار هناك، وبعد تجاوزات عديدة من أفراد تنظيم دولة العراق والشام، قرروا محاربتها وإخراجها. وبعد معارك الكر والفر في مناطق عدة من ريف دمشق، سلم أكثر من 80 عنصرا من تنظيم الدولة أنفسهم للثوار، واستطاع الثوار السيطرة على أحد مقرات التنظيم في بلدة يلدا، لتلتقط عدسة الكاميرا صورا لأطنان من الطحين والسكر والأرز ومواد غذائية أخرى كانت كفيلة بإنقاذ العشرات من شهداء الجوع في ريف دمشق. كما أظهر التسجيل المصور أكياسا من السكر والطحين فسدت وتلفت لقلة فترة التخزين الخاطئة وقلة الاستخدام. مين درى هذا انت؟ يعني هذا دليل على انهم لم يعيشوا الحصار يوما. اعوذ بالله. امتى تحصلوا يا جماعه؟ وكل ما هي بيجي عند الاغاثه بيقول لك انه والله احنا ما عندنا ولا نقطه سكر. السوري أولى من الحشرات التي أتلفت المواد الغذائية في مخازن تنظيم دولة العراق والشام. هذا لسان حال مواطني ريف دمشق. لكن على ما يبدو أن هناك من استمرأ قتل السوري بطرق مختلفة لمجرد طلبه الحرية.